مريم، خليني اتكلم معاكي. في بدايه الموسم بداتوا بقى، يعني عرفتوا ان كابتن ماجد معاكم وتم ضم الفرقتين مع بعض 2007 و2006، بداتوا تشتغلوا. يعني انتوا كنتوا عارفين انتوا المرتبط وانتوا اللي لازم تساعدوا الفريق الاول والكلام ده كله، كنت شايف السنه دي صعبه عليكم ولا كنت متفائله من البدايه؟ انا كنت في الاول حاساها صعبه، بس احنا كنت واثقه يعني ان احنا السنه دي مختلفه وكده، بالذات كابتن ماجد عشان هو كان ماسكنا، وكنا نعرف ان كابتن ماجد مدرب كويس وكده وبيشتغل مع اللعيبه بتاعته وبيحسنهم. فانا كنت متفائله الصراحه ان المرتبط كنا هنقدر نعمل حاجه كويسه يعني. طيب ابتديتوا ازاي؟ فاكره كان الاول تمرين على كام فتره؟ اشتغلتوا ازاي؟ لان بدانا من الصيف، فاكره كان التمرين شكله ايه؟ كان دايما تبقى اللي هي البيزكس اللي هي البدئيات، كنا بنبتدي بقى بالحاجات اللي هي بول هاندلنج وشوتينج وكده، بعد كده بدانا ندخل في خطط وكده. كنتوا بتمرنوا فترتين ولا فتره واحده؟ يعني بتمرنوا على تمرينتين صبح وبعد الظهر ولا كان جالنا فتره كده كنا بنعمل الصبح وبالليل وكده. طب الفتنس؟ لا فيتنس برضو كنا مركزين عليه برضو، عشان في الاول ما كانش فيه طبعا، جايين بقى بالصيف بقى والسفر والفسح وبتاع فاحل. طيب بقى اصعب ماتش كان السنه دي ايه؟ انا سالت السؤال ده في الفقره الاولى بس عايز اسمعه. انا حاساه سبورتنج الاولاني. عشان احنا كنت اول مره اقابل الفرقه كده واحنا كنا جاهزين، فكنت قلقانه بس الحمد لله يعني. بس اتخضيتوا في الاول شويه؟ اتخضينا في الاول. فرق طلعوا عليكم 14 جون صحيح. بس عملنا كام باك برضو يعني. كام باك كان كويس جدا. كان حلو الصراحه. بالرغم ان كل الناس قالوا ان سبورتنج احسن وسبورتنج هيكسبوا، بس انتوا ما سمعتوش الكلام ده. لا ما سمعتش الكلام ده. اشتغلتوا بس. هو في الفتره الاولى والثانيه كنتوا مخضوبين، خايفين ان انتوا عايزين تساعدوا الفريق الاول وعايزين تكسبوا عشان تساعدوهم، بس كنتوا قلقانين. صح الكلام ده اللي بقوله هنا؟ يعني كان في ماتش سبورتنج بالذات كان في خضه وكان في هيبه كده ان انتوا بتلعبوا على الصاله بقى اللي بيلعب عليه الفريق الاول والكلام ده كله. هو اول ماتش كان صعب قوي، بس الماتش الثاني كان يعني انا كنت شايفه صراحه هو اصعب اكتر، عشان احنا كان هي دي يعني نكسب عشان خلاص نخلي الفيرست تيم اللي هو ياخد الفرصه الثانيه، ياخد الفرصه يعني يبقى مرتاح يعني، مش يكون اللي هو يكسب الماتش ونبقى مرتاحين، اللي هو بقى ما نصعبهاش عليهم يلعبوا بقى ماتش ثالث وكده. فانا كنت شايفه صراحه ان سبورتنج الثاني اصعب، حتى السكور كان قليل، الفرقتين احنا الاثنين عاملين جود ديفنس قوي، فاللي هو احنا بنجيب سكور قليل وهما بيجيبوا سكور قليل، وبعد كده الفرق كل شويه اللي هو فرق 4 بوينتس 5 بوينتس كده. بس صدق وجهه نظر حلوه يعني، برضو انت بصلها من منطلق تاني يعني. كل اللاعبات شافوا ان الماتش الاول سبورتنج كان هو الصعب، بس انت وجهه نظرك صح، لان الماتش الثاني انت خلاص عايزه تاكدي ان انت متفوقه من الماتش الاولاني. ما كانش ضربه حظ او بالظبط، مش عايزين نقول ان انتوا كسبتوا ماشي، احنا كنا مش فايقين او كده بالظبط. والحاجه الثانيه ان انتوا برضو لسه الضغط موجود، انتوا عايزين تساعدوا. الضغط كان في الثاني طبعا كان لا حتى كانت ساعتها عملنا اجتماع قبل الماتش وكده. لا كان الموضوع برضو كنا مركزين قوي بقى. طب انت فاكره احلى ماتش لعبتيه ايه؟ هو الماتشات، لا احنا الماتشات كلها فرقه كلها صراحه كانت بتلعب حلو قوي كده، بس هو مثلا ممكن ماتش سبورتنج الثاني كان كلنا ما شاء الله كلنا كويسين، اللي هو مركزين، اللي هو مثلا ما فيش اللي هو تضييع او حاجه كده يعني. طب انت كنت بتلعبي مركز 3 2 3 2 3. طب ايه توجيهات كابتن ماجد بيقولها لك دايما؟ بيقول لك ايه دايما؟ ايه النصيحه اللي دايما؟ يعني في لعيب دايما عنده مثلا مشكله، فدايما المدرب كل ما ينزل يفكره خلي بالك ايه بقى؟ كان انا في الديفنس عندي في فاولات شويه، كان يفضل يقول لي لا فاولاتك حافظي على فاولاتك. حتى في الفرقه مثلا لما يلاقوني فاولات مثلا بدات 3 فاوله يقولوا لي غيري مثلا، وانا ماسكه مثلا واحده معينه وكده لا غيروها عشان فاولات مثلا بتاعتي تبقى. الصراحه يعني ده اللي كان بيحصل مثلا، انا فاولات كانت ساعات بتبقى كتيره، فانا كان بيفضل يقول لي لا فاولاتك. حتى كابتن مودي برده، كابتن ماجد وكابتن مودي هما الاثنين كانوا بيقولوا لي كده موضوع فاولات. بس خلي بالك يا هنا، اللي بيعمل فاولات ده يدافع، يبقى لعيب بيدافع. فانت مميزه في الدفاع صح؟ يعني بعمل ديفنس. بيقولوا بيقولوا. طيب يعني مريم برضو نفس القصه، انت فاكره افضل ماتش لعبتيه ايه؟ كان ماتش سموحه الاولاني. اسمه سموحه الاولاني ده اللي احنا كسبناه. كسبناه. الثاني ما توفقناش فيه. فاكره؟ طب ليه قلتي انت كنت كويس؟ كنت موفقه صراحه في كنت موفقه قوي في الشوتينج. وجبت 5 بلاسيات او حاجه. ده ايه ده انجاز كبير. انت شويطه تردات. كنت شويطه انا بس بحب الشويطه عامه. بس انت كده بتلعبي 2 اكتر من واحد صح؟ لا واحد بتلعبي اكتر. يعني انت بوينت جارد بتلعبي اكتر. بس ساعات بتلعبي 2؟ ممكن بس اكتر بوينت جارد. لا اكتر بوينت جارد، وانا بحب البوينت جارد صراحه. بتحب البوينت جارد. طيب 5 3 في ماتش سموحه. طيب انت تتفقي مع هنا ان ماتش سبورتنج الثاني كان اصعب ماتش ولا ممكن ماتشات ثانيه؟ لا ماتش سبورتنج التاني عشان كان علينا ضغط ان احنا محتاجين فعلا ان احنا نثبت الناس، هو ما كانش حظ وان احنا كنا محتاجين نساعد الفيرست تيم عشان هو كمان كان خسر اول ماتش. أيوة. فكنا محتاجين نضمن يديله فرصه ان هو لو كسب التاني ياخد البطوله. بالظبط كده. طب هسالك سؤال، يعني انت بعد ما الفريق الاول ما كسبش وخسر زعلته؟ احنا اتضايقنا طبعا،
بس لا كنا حاطين امل اللي هو هم ما كانوش صراحه موفقين خالص في اول ماتش. ما كانش ماشيه معاهم خالص، ما كانش يومهم. فقلت لا هم ان شاء الله هيفوقوا الماتش الثاني وكده. طب لما اتوافقناش بقى الماتش الثاني زعلتوا ان انتوا كنتوا نفسكم يعني قلت هي خلاص مش يعني مش مكتوبه. خلاص يعني بس زعلتوا شويه في الاول ولا عادي؟ قول الحقيقه. ايوه ممكن بس لا بعد كده بعدين زعلنا عشان هم برضه كانوا متضايقين قوي. هم كمان كانوا متضايقين جدا.